حلوه. هو بيشوف الخير على وجهه. امين يا رب. ان شاء الله يا رب. انا صور لك اياه ونزلها كثير حلو. كتير حلو بس وقتها بسجل معي الديو بتصير احمر. حلي ايامك يا رب. صورة مدام فاتي فيك تتفضلي كمان. خذ شوي الجواب هيك. مدام فاتي وين؟ أكثر من أخي إلي، وإن شاء الله كمان الكليب حينعرض على مسايا، وما بدي كب كل شيء هلا، بس إنه انطرونا أكيد إن شاء الله. وتحضيرات يعني أكيد معه، وإن شاء الله كمان أوضاع البلد بتصير منيحة كمان كرمال الكل يرتاح ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قريبا بصير في رواق بالبلد وبنرجع بنشتغل مثل ما كنا نشتغل. والله يوفقك بالعلبون. انا بتمنى لك النجاح والتوفيق. تشرفنا وان شاء الله موفق يكون علبونك ناجح ولقدام. أغنية عم حضرهم لحنتهم يعني وخلصين على التسجيل قريبا إن شاء الله. وأنا عملت ألبوم من فترة أكيد يمكن عرفتوا فيه 2019 12 أغنية، في شيء من ألحاني وفي شيء من ألحان يعني فنانين كبار منهم الأستاذ ناشر اسكندر، خيو للفنان محمد اسكندر، أعطاني أغنيتين. وكمان نزلت أغنية للفنان الكبير فريد الأطرش اشتقت لك بصوتي، طلعت كتير موفقة. وهلا عم حضر أغاني جديدة من ألحاني وكلمات شعرة في من أمال نصر من مصر، وفي عندي سفرة قريبا على مصر لأحياء تراث وفريد الأطرش، يعني تكريم للموسيقار الكبير فريد الأطرش، عند الأستاذ عادل السيد، هو عنده منتدى لفريد الأطرش وإدعاني يمكن شهر الجاي نكون بمصر. مع مين بتتعامل من الفنانين؟ لا في فنانين كتار يعني عطوني كلمات وألحان سجلنا، هلا مني يعني مش حافظ كثير الأسماء، بس في تعاون. استاذ ناشد اخذنا منه غنيتين، وفي شيء انا مسويه يعني من كلمات والحان، وفي الاستاذ محمد السيد هذا الانسان ملحن شاطر كثير بالمصري، يعني عطاني كمان اغنيتين تسجلوا لمصر، وقريبا عندي شيء كمان هلا مصري لا عم سوي يعني. نعم رح نحاربه ورح نوقف بوشه أكيد بالمنيح أكيد، وإن شاء الله بننجح وبتنجح بأعمالك والمراحل اللي عم بيضل عم بيمرق فيها بيضلوا اللبناني مبدع. فالفن نحن بنتشكر يمكن الأيادي البيضاء اللي عم بتحاول وبتغامر وبتعمل إنتاج فني مشكورة والله. فمشان الأعمال حاليا ما في، مثل ما قلت لك بالبيت ما في، هلا ما في شيء بيشجع يعني إلا لحتى نشوف هالأجواء. مبروك أول شيء سعد مساكي. قبل ما بلش بالنشاطات بقول لخي نادر ومدام فاتن إن شاء الله ألف مبروك استديو جديد، وتانكيو لكم.
وللمخرج نادر حشاش ويعطيك ألف عافية. نشاطاتي آخر نشاط هي أغنية باسم خاصة للمارشال بالسلام لاسمه عاسمك نادر الزوار، عاسمك نادر الزوار تقدمت امبارح، كلمات الدكتورة نادين طرباي والحين وغناء. هلأ القبل بيبقى نادر بيشرح لك اياهم أخبر مني بالأعمال. كيف بتتعامل مع أستاذ نادر؟ نادر أول شيء صديق وأخ قديم، يعني أول ما بلشنا بالفن يمكن بلشين سوا، كان قبل اسمحي لي أحكي عنه، بسم الله عليه متعدد المواهب وأستاذ بالموسيقى، كان عازف أكورديون أول ما بلشت غني، كنا فرقة هيك عمار بعضنا، وبعدين اتطور وبسم الله عليه واليوم استديو، بتمنى لك التوفيق أكيد. هيدي الأغنية، هيدي الأغنية من أول أعمالنا كتستي استديو، كلمات وألحان فاتن الأحمدية، توزيع رواد حريص وتسجيل غناء مجد. انت اللي خليت بعد الوفا ومشي، وقت اللي بدك في ما بدي اياك تضل، انت اللي خليت بعد الوفا ومشي، صارت عمري السيد روحي بيك في زل. I've been.